لقد التهمت الأرض 100,000 حالفهم النحس. لقد سالت دماؤهم وتمزقت أوصالهم واندفعوا وهم أحياء تحت السقوف. هكذا عبر فولتير أحد أهم فلاسفة التنوير عن غضبه وسخطه بعد زلزال لشبونة الذي قتل آلاف البشر ودمر آلاف المنازل، خصوصاً بعد انقسام النخب الأوروبية حول تحليل أسباب حدوث هذه الكارثة. بقي بعدها فولتير مصدوماً وصامتاً لفترة طويلة واعتكف في فيردي، ثم خرج على الناس بأجمل إبداع أدبي كانديد، وفيه يسخر من التفاؤل والمذاهب الميتافيزيقية والكنسية والاستعمارية. خلصت الرواية إلى المقولة: العمل أكثر نفعاً من النظر الفارغ. فولتير أديب وفيلسوف فرنسي تماهى مع عصر التنوير الذي امتد بين نهاية القرن 17 ونهاية القرن 18، وقد ذاع صيته بسبب سخريته اللاذعة ودفاعه عن الحرية المدنية وخاصة حرية العقيدة. ولد فولتير في باريس، درس في معهد لوي يوكزان في فرنسا وتلقى فيه تربية أدبية ممتازة، وعندما تخرج من المعهد رفض أن يدرس الحقوق كما كان مقررا له، فأرسله أبوه إلى مدينة كان حيث استمر اهتمامه بالأدب والفكر، ثم عاد إلى باريس. نتيجة تهجمه على وصي العرش في فرنسا سجن فولتير لأول مرة في سجن باستيل، حيث بقي ما يقارب السنة، وخلالها اختار اسمه الأدبي فولتير. خرج من السجن وحضر تمثيلا لمسرحيته أوديب، ثم سجن مرة أخرى بسبب تهجمه على بعض الشخصيات الأرستقراطية والدينية. خرج من السجن هذه المرة شريطة نفيه إلى إنجلترا، وهناك بقي حوالي 3 سنوات. أثناء وجوده في إنجلترا نشر الرسائل الفلسفية، وفيها أبدى عمق تقديره للدستور الإنجليزي، ثم نشر رسائل عن الأمة الإنجليزية، فأصدر برلمان باريس قرارا بإحراقه. هرب فولتير إلى أقليم اللورين الفرنسي، ثم ذهب إلى برلين تلبية لدعوة فريدريك الثاني ملك بروسيا. في برلين كتب مقالاً عن أخلاق وروح الشعوب من أيام شارلمان إلى أيام لويس 16. استقر أخيراً في فيرني، وهي بلدة صغيرة قريبة من الحدود السويسرية الفرنسية، وهناك كتب روايته الشهيرة كانديد التي تجمع بين النقد السياسي والأسلوب المرح. بعدها كتب فولتير القاموس الفلسفي، وفيه وضح الدين المسيحي بطريقة تاريخية فلسفية، ودعا إلى إصلاح المجتمع والدفاع عن الحرية المدنية، وفي مقدمتها حرية التعبير والاعتقاد. وقد طبع هذا الكتاب عدة مرات خلال 10 سنوات متتالية. عاد فولتير إلى باريس في عهد الملك لويس 16، واستقبل استقبالا كبيرا، لكنه توفي بعد فترة قصيرة ولم يشهد الثورة الفرنسية.